تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. تفضلوا تفضلوا جميعا أهلا وسهلا. تفضلوا أهلا. نعم تفضلوا أهلا. كيف الله يشرف. هنالك فئة أو أكثر من فئة يمكن غير معترف فيها إسلاميا. يعني مش إنه نقول هذول مسلمون، لا، هذول العالم الإسلامي لا يعترف بهم، لأنه هذول بيأمنوا إنه في واحد هندي مات سنة 1916 هو نبي وهو المسيح المنتظر وهو المهدي. إذا من أول كلامي واضح إنه هذه فئة العالم الإسلامي نفسه لا يعترف بها، ولكن شو بيعملوا؟ بيجوا لنصوص التوراة أو الكتاب المقدس بشكل عام وبيحللوها وبينتقدوها، وفي نفس الوقت بقول لك إحنا نريد أن ننزه الكتاب المقدس. طب إذا بدك تنزه الكتاب المقدس معناه إذا في إشي خلينا نقول يبدو سلبي أنت بدك تبين إنه لا هذا مش سلبي، زي ما إحنا بنعمل، أو زي ما في برنامج للأخ وحيد شبهات وردود. يعني في أشياء يبدو إنها غلط، يبدو إنها سلبية، ولكن لما الإنسان بفسرها مظبوط وعلميا وبنزاهة يجد إنها، وهم بالعكس. على كل حال ما بدناش نحكم على نياتهم. يقارن النص القرآني بنص سفر التكوين. طبعا هون شو الخلل؟ الخلل انه ما بجيبش سيرة العهد الجديد. طب احنا مش يهود، نحن مسيحيون، ونحن نفسر العهد القديم بالعهد الجديد. إذا لما أنت تقفز عن العهد الجديد أنت هنا تخالف النزاهة العلمية وتخالف الفكر المسيحي. طبعا أنا قلت لهم بدكم الأشياء اليهودية اسألوا عنها علماء اليهود، ونحن المسيحيين نقرأ العهد القديم في ضوء إيش؟ العهد الجديد. المهم بالمختصر تذكروا يوسف مش كان موظف عند أحد كبار المسؤولين المصريين، وزوجة هذا الرجل اللي اسمه فوتيفار حاولت تغوي يوسف فهرب، هرب منها تاركا قسم من ثيابه. الشباب هذول اللي بيطلعوا على التلفزيون شو بقول لك؟ بقول لك انه هذا دليل انه كان بده. اذا كان بده بهرب. الهرب ما معنى الهرب؟ الهرب هو قطع الشر من ايه؟ من جذوره، حتى لا يترك مجالا لا لكلمه ولا لابتسامه ولا للمسه. اذا النص التوراتي لا غبار عليه. دو مؤاخذة واحد بده هالشغلة بهرب؟ لا، يبقى فيش سبب انه يهرب، وفيش سبب انه قسم من ثيابه تبقى بيد تلك المرأة. هذا اللي حبيت اوضحه، وطبعا لا نتطرق الى اي نص اخر، انه ملناش احنا، ما يعني احنا مكتفين بكتابنا المقدس، عشان هيك لا أتطرق ولا لأي نص ثاني. يكفي أنه سفر التكوين بقولنا أنه كانت يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، يعني تحاول إغواءه. هلأ في كثير تفاصيل ثانية مش موجودة في نص التوراة، هنا حبيت أحكي لكم عنها باختصار. هاي نجدها في التلمود، في التلمود. هلأ ما المشكلة قصة التلمود هنا؟ مثلا مدراش بريشيت اللي هو مدراش سفر التكوين ربا،
مدراش تنحوما ملكوت شمعوني انه في قسم من هذول اتى متاخرا، مثلا مدراش تنحوما بالقرن التاسع الميلادي، مدراش بريشيت ربا القرن السادس الميلادي، هاي كلها مدراش هاجادول، مدراش هاجادول يعني مدراش الكبير، هاي كلها اذا اساطير اشي منها كتب بعد القرن السابع الميلادي يعني بعد الاسلام نفسه، ولكن في عندهم عبارة يلمدين ربينو يعني علمنا ربابنتنا أو حاخاماتنا كذا وكذا، معناه بيرجعوا إلى كتب إيش؟ إلى كتب سابقة. على كل حال هاي كلها لا نجدها زي ما قلنا في التوراة، بل نجدها في التلمود. النص التوراتي بسيط جدا ومنطقي جدا، انه اتهم زورا وبهتانا ورمي في السجن، ولكن الله انقذه بما انه بريء. وشكرا لكم.